السياحي. شو؟ 75 كيلو بعيدة. ايش قد؟ 170 إلى 175 كيلو. وصلنا عشان لو ودنا نخلص بس حلوة. لا متوقفنا بالطريق. هواية توقفنا من هذا تأخرنا. إخوان بس حبينا نقول لكم ترى هذه اللي تشوفون الألوان الورود الصفراء والبنفسجي إذا يبين والأبيض هذا بوم الزرع بشر هذا من رب العالمين هاي الأشجار كلها احنا وعدناكم ان ننقلها مباشر عندما نوصل الى الجرموب دخلنا الجرموب وراح نستمر ننقلها الى ان نوصل الى الشلالات احنا هسه بطريقنا متوجهين الى الشلالات منتجع الجرموب هذا عباره عن منتجع صحي وسياحي معمل انتاج مي الجرموب هذا المي الجرموب الموجود هنا انتاجه هاتشوف السعين لا واسطة واسطة بديشتان صورة هذا سا احنا راح ننزل وادي صعدنا الجبال الى ان نوصل الى القمة تقريبا راح نبدي ننزل الوادي حتى نصل الى شلالات جرموب احنا متعمدين دا نمشي بطيء شوفوا الطبيعة هذا هنا ريسورت مصح يسكنوا بها وبها اطباء يفحصون النزلاء اذا يريد ويحددوا له كم يوم ينزل بالمياه المعدنيه اريد اذكركم بانكم تتابعون نقل مباشر من ارمينيا من منتجع جرموب انتم الان مع ارارات للسياحه يمكنكم متابعة كل تقاريرنا على اليوتيوب على قناتنا فقط اكتب ارارات للسياحة في خانة البحث لا تكتب شيء اخر خانة البحث اكتب ارارات للسياحة فقط تجد كل التقارير امامك باللغة العربية اما مترجمة ترجمنا لكم اياها او تم اعدادها من قبل احنا من فوق الجبال هذه نزلنا بالوادي شوف الجبال المتناغمة اللي شفناها بقارني نفس هنا شلون يقولون منحوتة يابا احنا نطفي التبريد لانه حرام علينا منتجع الجرموب نفتح الكونديشن تشوفون السواح او اهل نفس ارمينيا نفسهم عوائل يجون باصات كبيرة الباصات ما ممكن تنزل هنا الباصات اللي ابو الاربع راكب خمسين راكب ما يقدر ينزل هنا فينزلون في منطقة ويترجلون يمشون مشي هسه هنا راح نترجل عندنا مسافة مشي تقريبا 100 متر حتى نوصل للشلالة يعني سيارة ما تدخل لها هذا الجسر على ارتفاع تقريبا 60 الى 65 متر هسه بنصعد راح نعبر من فوقها نعبر على الجهة الاخرى هوب 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 هذا هسه احنا وصلنا جرموب هذا ممر عندنا طوله 100 متر اعتقد كلكم تعرفون ما ممكن نطبله بالسياره فالكل يوقفون سياراتهم هنا ويتمشون اخواننا ابقوا ويانا ابقوا ويا ارارات للسياحه راح ندخل لي جوا نقطع
يقترب من الشلالات، حتى اللي ما شايف شلالات جرموك يشوفه مباشر. الآن اليوم 9/6 من عام 2017، الساعة الآن في أرمينيا 3:45 دقيقة. هسه دي يشتغلون هنا بهالمنطقة، دي يسوون مكانات مال تسلق جبال وعد ثلوج. اكو مشروع بلشوا بيها بهذيك المنطقة، الجبال يجمدوها اذا الثلوج ما كافية ويعلقون حبال، لكن بشكل امان حتى هواة التزلج، هواة تسلق الجبال. يعني هذه درسوها بين يسوون مسابقات هنا الدولية. بقالتنا 10 خطوات حتى نفاجئكم بشلالات جيرمو. نحسب نبدأ بالعد التنازلي، 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. وها نحن أمام شلالات منتجع جيرمو. هي ان شاء الله تستمتعون بها. انتم تتابعون آرارات للسياحة من جيرموك في جمهورية أرمينيا. يمكنكم أن تتصلوا بنا على رقم هاتفنا المعروض مع كل تقاريرنا، تجدوننا على اليوتيوب آرارات للسياحة. شو رايكم؟ يسوى التعب؟ والله يسوى صراحه، يسوى.